يا اهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهارده هنتعلم الجزء الثاني لتحضير الشوكولاته. هنتعلم ازاي نحضرها باشكال كتيره ومختلفه. اول حاجه عندي 4 ظرف من استيفيا والكاكاو الخام وكمان زيت الجوز الهند. دي المكونات الاساسيه لتحضير الشوكولاته الدارك. اول حاجه هبتدي اضيف 1/3 كوب من زيت جوز الهند، وبعد كده هبتدي اضيف استيفيا. استيفيا ممكن 3 او 4 ظرف زي ما تحبوا، وهبتدي اضيف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. مهم جدا اني استخدم نوع جيد لانه هيفرق معايا في الطعم والنتيجة النهائية للكاكاو الخام والشوكولاتة. بعد كده هبتدي اخفقهم كويس جدا عشان احصل على قوام ناعم جدا وتقيل وسميك للشوكولاتة. ده الفرق ما بين النوع الاول والتاني، لان ده عايزاه نوع شوكولاتة سميكة اكتر وكمان تكون تقطم بعد التزيين. هشكلها في قوالب بابلز او اي قوالب بتفضلوها. كتير ناس سألني لو مش متوفر عندي القوالب ممكن اضيفها في اي قوالب. اي قوالب بتفضلوها، قوالب كاب كيكس او بيبرز كابس، اي نوع قوالب بتفضلوها هتحصلوا على نتيجة شوكولاتة ناجحة جدا. وده قالب تاني ممكن اضيف الشوكولاتة السائلة فيه، هتديني شكل حلو جدا وتطليعات حلوة قوي بعد ما تتجمد في الفريزر لمدة ساعة كاملة. وبعد ما ضفت كل الشوكولاتة السائلة هبتدي اضيفها في الفريزر لمدة ساعة كاملة، وبعد مرور ساعة ده شكلها النهائي بعد خروجها. زي ما احنا ملاحظين هبتدي افكها بالراحة خالص عشان ما تتكسرش مني. هحصل على اعواد من البابلز لذيذة جدا وكمان ناجحة. دي اعواد البابلز اللي هبتدي احضرها ليها تزيين كتير ووصفات كتيرة ان شاء الله في فيديوز جاية. هنبتدي نزين بيها وصفات حلوة وصحية وحلوة جدا، ممكن نقدمها للاطفال. وكمان كل عود منها يحتوي على 100 سعر حراري. دي البابلز، وده الشكل التاني اللي فيه تضليعات يدي شكل حلو جدا. ممكن نزينها باشكال كتيرة جدا زي ما نحب وبحشوات مختلفة. وكمان ان شاء الله الجزء الثالث هنتعلم ازاي نحضرها كتزيين حلو جدا، وطريقة تقديم هدايا للاطفال واعياد الميلاد. زينتها بالحليب المحلى المكثف اللي كنت حضرته في فيديو سابق بدون سكر، ممكن ترجعوا له. شكلها حلو جدا الحليب المحلى المكثف مع الشوكولاتة. جربوا فيديو الشوكولاتة وقولوا لي رأيكم في الكومنت. كده حضرت نوعين من الشوكولاتة الدارك، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد.